جينا من باريس باش تفرجوا الماتش تاع الجيري، مي دوماج الماتش هاوي كلو، وان شاء الله غنربحوا الماتش. الحمد لله المغرب استقبلنا مزيان تري بيان، فوالا هذا ما كان زوين. المدينه سخونه شويه ولكن ماشي مشكل، لكن الناس كيرحبوا مزيان تري بيان والله. وان شاء الله العلاقه تصلح بيناتنا، بين العلاقه الدبلوماسيه، وحلوا الحدود وحلوا التيرانات، ونعاودوا نرجعوا كما شحال هادي. اليوم بمدينه مراكش غادي تكون مباراه ما بين الجزائر وبوركينا فاسو، ومن امه جزائريه واب مغربي، وبغيت نقول من هذا المنبر باللي الشعبين شعب واحد، الجزائر والمغاربة إخوة إخوة، وباللي كاع هاد القرارات اللي كيخرجوا من الأنظمة ما كيمثلوش ضروري الشعب، وإن شاء الله في هاد إن شاء الله في هاد المباراة نديو شي نجاح باهر كيف ما داو كأس أفريقيا ديال 2019. آخر مباراة كانوا 8-0 تبارك الله، هاد المرة مازال ما عرفناش، مي إن شاء الله مينيمم داك 2-0. نظرا للنتائج الايجابيه للمنتخب الوطني على راس العارضه الفنيه جمال بلماضي، وني فريمو فيير دو سات ايكيب ناسيونال، سورتو وزير السعاده نسموه حنا الجزائريين وزير السعاده جمال بلماضي. 29 ماتش ان شاء الله بدون هزيمه، رانا تنقلنا 900 كيلومتر خصيصا لمشاهده هذا الفريق. ان شاء الله اليوم نفوز باذن الله، ان شاء الله ومينيموم 3 اهداف ان شاء الله للفريق الوطني الجزائري. ان شاء الله نتمنوا الفوز للمنتخب الجزائري، ونشكر المغاربه على حفاوه الاستقبال. بيان سور ماشي جديد عليا، انا عندي 10 سنوات وانا نجي للمغرب، يعني بدون مجامله بدون نفاق. تحيه خالصه من قلب مراكش الى كل الشعب المغربي والشعب الجزائري، وان شاء الله نتمنوا الفوز باذن الله. بحرك في الجزائر ولا في المغرب كيف بحال ما نتفاجئوش، كون مشينا لفرنسا ولا ايطاليا ولا اسبانيا ممكن غادي نحكوا عليها، ولكن في المغرب راهي بلاد خويا، بلاد واحده خويا، بدون شعارات خويا، بدون نفاق خوا. لا شوف، مع بالماضي منذ تولي جمال بالماضي على العارضه الفنيه، يعني الارتياح التام للجماهير الجزائريه، ارتياح تام، وانا باذن الله ما عندنا شك في الفوز رقم 29 ان شاء الله اليوم 4-1. فوالا اليوم انا نجي لمراكش اليوم دو باري، فوالا نجي بور الماتش برك ان شاء الله. اليوم ماتش ماشي سهل، مي ماتش لازم اليوم لا فيكتواغ. الجيري مع بوركينا فاسو، الجيري شامبيون دافريك، لازم اليوم لا فيكتواغ ولا جوا. تخي بيان تخي بيان، لاكاي مليحه، اي بي لازم لي سوبورتير ماروكان يتفرج الماتش تاع الجيري بور يشوفوا ان بون نيفو لي بون ماتش. Voilà, et puis nous la fête les deux ensemble, Maroc ou l'Algérie. Nous sommes de Marseille pour regarder le match, mais toujours c'est le même problème. La dernière minute, nous a dit que le match est à huis clos. Alors on va profiter de regarder le match à la télé, dans une cafétéria ou à la chambre d'hôtel. Et le soir, on va voir la Tangia à Jamal Fna. Nous avons 3-0. Malgré le Ferrer Burkina Faso, le Ferrer Koui, nous avons un Ferrer qui est en train. رانا 5 و5 كما يقولوا عندنا، رانا فريق عالمي، راه عندنا 28 مقابلة بدون انهزام، الحمد لله ما شاء الله. رسالة نوصلها للجمهور الجزائري، اتقوا الله في أنفسكم، وللشعب المغربي اتقوا الله في أنفسكم، إنما نحن إخوة، الشعب المغربي والشعب الجزائري تقاسموا الحلوة والمرة أثناء حرب التحرير. الشعب المغربي والمغرب الشقيق، ما نقدش نقول المغرب شقيق، بس هذه الشقيق كاين اللي يقولها لي بوليتيسيان، حنا خوت ما نقولوش شقيق، فهمتني؟ احتضنا الثوره الجزائريه وتقاسمنا معهم الملوحه والمره وتقاسمنا معهم الدم، يعني ما نضم با لوكازيون باش الناس يديروا لنا هذه الفتنه. حنا خاوه، وكل ما نقول لخويا توجور السياسه خلوها للسياسيين.